خبر دلوقتي انتشر على السوشيال ميديا بشكل كبير جدا ان الكابتن عماد متعب بيعاني من ازمه صحيه في المستشفى. في الفاصل الحقيقه اتصلت بيه وبزوجته وطمنت عليه بشكل كبير. عماد متعب الامور بالنسبه له تمام، وان شاء الله باذن الله خلال يعني فتره بسيطه جدا هيغادر المستشفى، وهو كان بيعمل بعض الفحوصات قبليه. عماد كان بيلعب رياضه والدنيا ماشيه تمام، والحقيقه طمنت عليه، صوته كويس جدا، زوجته معاه ومع مجموعه من اصدقائه، والامور ماشيه على ما يرام. اهم من ان انا اطمن الناس، لان عماد متعب طبعا واحد من نجوم